يا مساء الحلاوة والجمال على كل مشاهدي الصحة والجمال، وحشتونا جدا جدا جدا. النهاردة حلقة جديدة من حلاوة روح الموسم الجديد، التلات من كل أسبوع الساعة 3:30. النهاردة بقى هنتكلم كالعادة عن الجمال. الجمال ده هدف أو حلم عند ناس كتير قوي، يمكن عند كل الناس، وطبعا بالأخص الستات. كل ست نفسها تبقى جميلة، والست اللي فعلا جميلة بالفعل نفسها تبقى أجمل وأحلى. بس احيانا بقى الموضوع بيقلب بشكل مبالغ فيه شويه، بيبقى هوس بالجمال او التجميل بمعنى اصح. بتبقى مثلا بتفكر عايزه ابقى شبه الفنانه الفلانيه، انا عايزه اعمل شفايفي شبه الممثله العلانيه. الموضوع بيبقى زياده عن الحد، وبيبقى فعلا زي ما قلت هوس. اكيد ده مش صح، لان بمنتهى البساطه ان احنا لو عملنا حاجه مش محتاجينها وشنا مش محتاجها، فاعتقد بنسبه كبيره جدا هتبقى النتيجه عكسيه، هتبقى نتيجه مش مرضيه. اكيد مش هو ده اللي انا عايزاه، مش هو ده اللي انا كنت محتاجه اعمله. يعني في معتقدي الشخصي او رايي الشخصي ان في حالتين هو اللي المفروض نلجا فيهم للتجميل، وطبعا رايي ده يحتمل الصواب او الخطا. بيتهيالي ان ممكن لو احنا عندنا عيب معين في وشنا او جسمنا، يعني احنا مولودين بيه، وليكن مثلا الانف مفلطحه، الشفايف رفيعه، في تجويف تحت العين، يعني في اسباب، في حاجات كتير قوي ممكن تكون مشاكل عندنا احنا مولودين بيها. المشكله دي ممكن تبقى مضايقانا جدا ومسببه لنا الم نفسي وعدم ثقه في النفس ومشاكل كتير قوي. ممكن وقتها الحل موجود في التجميل. السبب التاني لو في بقى تغييرات طرأت على البشرة، مثلا نقدر نقول لو على سبيل المثال التجاعيد أو تهدر البشرة نتيجة للمرحلة العمرية بقى أو التقدم في العمر. ممكن نقول مثلا لو في بقع، كلف، تصبغات نتيجة مثلا لتعرض للشمس من غير استخدام واقي، أو الحمل، أو في أسباب كتير للبقع والتصبغات دي ما نعالجها برضو، إيه المشكلة؟ ممكن نبقى محتاجين مجرد نضارة للبشرة. بشرتنا ممكن تبقى مفتقدة النضارة والحيوية نتيجة بقى عدم اهتمامنا بالروتين اليومي بتاعها لأسباب كتير قوي. في الحالة دي برضو ممكن نلجأ للتجميل. يعني هو ده اللي في وجهة نظري، وطبعا هعرف النهاردة الإجابة إذا كان كلامي صح ولا غلط من ضيفنا العزيز اللي منور قناة الصحة والجمال ونور برنامج حلاوة روح، دكتور روماني فوزي، المدير الطبي لعيادات بوكا، وكمان المدير الطبي لشركة بيور ميديكال. اهلا وسهلا دكتور روماني. اهلا وسهلا بحضرتك، نورتنا جدا جدا. ربنا يخليكي، الدنيا مساء الخير منور على حضرتك وعلى كل المشاهدين. انا اللي سعيد اني موجود معاكي، وميرسي قوي على المقدمه اللي انت قلتيها. يعني ده شرف كبير لينا حقيقه. ربنا يخليكي. وعايزه اوعد المشاهدين واحنا مع بعض دلوقتي ان شاء الله الحلقه الاولى من كل شهر هيبقى دكتور روماني معانا، من هنا بقى لغايه الحلقه اللي جايه الشهر اللي جاي في بدايه شهر يناير. تبعتوا لنا على صفحه البرنامج لو عندكم اي اسئله، دكتور روماني هيرد عليها، وكمان هنستقبل مداخلات من الحلقه الجايه ان شاء الله. وعد، انا خلاص دبستك. لا 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 لا، اكيد طبعا. طيب بالنسبه بقى، ربنا يخليك يا دكتور، بالنسبه للسؤال اللي انا قلته او المعلومه، هي صح ولا غلط؟ هو انت لخصتي طبعا حاجات كتير يعني، وطبعا صح. يعني هو التجميل المفروض ان المريض او ما كانش مريض، يعني كان كلاينت عادي هو رايح العياده، هو بيقرر ان هو يروح العياده بتاعه التجميل دي بناء على حاجتين، يا يعني اما عيب ظاهر وهو مضايقه، قد يكون مولود بيه، او قد يكون هو طرأ عليه، اتحرق، اتلسع في حاجه، التغيرات اللي بتحصل من الحمل او الشمس او الحاجات دي كلها، فدي بتبقى عيوب ظاهره هو رايح يعملها. اما السبب الثاني ان هو يكون مش عاجبه حاجه معينه في البشره، ودي فكره التجميل بقى، ان هو بيتحول من جميل لاجمل. بالظبط. وبتاتش صغيره جدا، يعني مش بنغير ملامحه خالص زي ما ناس كتير بتعمل للاسف، ومش بيقرر هو بنفسه. يعني هو ممكن يسيب الدكتور يقول له هو ايه اللي محتاجه، لان هي بتبقى ايه، بعيد عن ان هي تاتش صغيره، هو بيبقى فيه مقاييس معينه للجمال، وبيبقى فيه سايز معين هو عايز يعمل شفايف، ممكن الشفايف بتاعته تبقى كويسه، هو مش محتاج اصلا ان هو يعمل شفايف. ممكن هو يبقى عايز يعمل حاجه معينه ناحيه الفك، فلو عمل حاجه ناحيه البون اللي هنا دي
هيبقى الشكل الطف. يعني هو يسيب الدكتور يقرر هو اللي بيقرر طبعا لمقاييس معينة طبعا في لمقاييس المجال. معينة بالظبط كده. طيب خلينا نبدأ في الأول، مثلا يمكن أكتر مشكلة اللي بيعاني منها بيكون متضايق منها جدا، خلينا نبدأ مثلا بالأنف لو مفلطحة أو أنف المعقوف اسمها مش كده، بتبقى مضايقة جدا لو حد عنده المشكلة دي، بيبقى طول الوقت يبص في المراية ما يشوفش غير مناخيره ومتضايق جدا من شكلها، حلها إيه؟ هي دلوقتي بقت في حلول كتير جدا للقصه بتاعت النوز او الانف. يعني كان الاول طبعا رينوبلاستي، ان هو بيفتح الدكتور الانف وبتتعمل جراحه، بيبقى قص وقصه كبيره. يعني الجراحه عموما ما بتبقاش مفضله عند ناس كتير جدا. يعني في بيشن اول ما هتقولي له ان انت هتعمل جراحه هو بيتخض، لان هو داخل غرفه عمليات في الاول وفي الاخر. فدلوقتي بقى في حلول سهله جدا وبسيطه. يعني في حلول بالفيلر، ان هو ممكن لو في اي ديفو باين عند الغضروف كده ممكن يتعالج بالفيلر، في بالخيوط، في بالخيوط بالبوتوكس. للأنف. بالظبط، الخيوط بتتاخد من هنا كده وبتتشد، وفي البوتوكس بتتحقن ماسلز معينه هنا فبتلم شويه النوز، لان البوتوكس بيشل العضله لفترة مؤقتة، يعني اللي هو 6 شهور، فبتشد الأنف شوية يعني بيبقى عملية تصغير دي بالظبط، بمنتهى بيلمها البساطة كده كده زي بمجرد حقنة. المفطاحة اللي أنت بتقول عليها. احنا معانا صورة للأنف دي بقى، كانت الحالة دي مشكلتها ايه؟ دي لا دي البلاك هيدز أو الرؤوس السوداء، دي بتبقى فرق كبير قوي. يس دي بتبقى جهاز تنظيف البشرة، لأن طبعا المسامات لما بتبقى موجودة على البشرة و في الجو مليان طبعا فري راديكالز من عوادم السيارات والتكييف والحاجات دي كلها والاتربه، فلو انت ما عملتيش سكراب، ومش كل الناس بتعمل ده طبعا، وبتنضفي البشره باستمرار من الجلد الميت اللي عليها والمسامات تتنضف كويس، فبيتراكم مليار بقى في دهون المية او بتبقى رؤوس سوداء بقى، بتتساب، بتطلع بقى اي قصص تانية طب لغايه ما والنتيجة دي من بتتساب. جلسة واحدة يا دكتور؟ وانس دي لا جلسه واحده. فعلا وانس كده اول ما بتعمل الجلسة كل حاجة بتروح؟ بالظبط. والحبوب طيب كمان والتصبغات بقى، يعني دي برضو مشكلة تانية ناس بتعاني منها كتير، اوكي، اللي عندهم تصبغات هي نتيجة للتعرض للشمس او الحمل. القصه بتاعت التصبغات دي ليها اسباب كتير جدا. يعني هي ممكن تكون وراثيه، ممكن تكون من عوامل خارجيه زي مثلا الشمس، تعرض للشمس لفترات طويله، وممكن يكون اثار حبوب، حب شباب وساب اثر، ممكن يكون تغير هرموني في فترات الحمل، ممكن تكون من ادويه معينه زي ادويه الانتي ديبريسر او مضادات الاكتئاب. دي ممكن اوكي تعمل بالظبط، تصبغات او بقع بتعمل غامقة. تصبغات، التدخين كمان بيعمل تصبغات، بلس كده ان لو في اي تجويف، يعني باين تحت العين مثلا تجويف او في كسره هنا، اي فولز او اي ثنايات كده، خلايا الملايين قريبه من بعض، فالجلد بيبقى باين ان هو غامق. يعني مجرد ان انت التجويف ده لو اتعبى مثلا احماض فقاقي او الهايلورونيك اسيد بيظهر على طول لايتنج تحت العين، بيفتح زي هنا مباشره كده يا يعني زي دكتور، هنا. الحالة دي كانت ايه دي برضو؟ تيتراف اللي هو حقنا اللي هو مجرى الدموع، بيبقى فيه خط كده تحت العين، ده بمجرد ما بيتعبى هايلورونيك اسيد في نفس الوقت على طول بيحصل لايتنج. يعني ده فعلا فرق كبير. دي برضو وان جلسة واحدة؟ سيشن، دي وان سيشن فيلر، عادة بيبقى جلسة ده واحدة يعني فيلر يا دكتور ولا ايه؟ ده فيلر. فيلر تحت العين، ده فيلر، بس طبعا كمية قليلة، يعني يا لان دوب هو مش مغير بالظبط الملامح خالص، بس انا شايفه ان فعلا فرق كبير في اللون. بالظبط بالظبط، فرق كبير طبعا. يعني والحاجات دي بتبقى حلولها بسيطة جدا وسهلة، بس الناس مع التلاهي في الحياة مش بيركزوا قوي ان هو ممكن يروح يعالج دي. يعني بيبقى يمكن خد على شكله كده، ما يعني هو اتعود ان يبص في بس هو المرايه يشوف بيتأزم كده. نفسيا ده كل يوم اكيد الصبح وهو باصص في المراية، هو عارف ده، ولكن والحل هو ما بسيط أخدش قوي. هو القرار إن هو يروح يعملها، ودي بتبقى في منتهى التفاهة. يعني ده هو واقف كأنه رايح يشتري قميص أو تيشيرت في 5 دقايق بالظبط، يعني القصص دي ما بتاخدش تايم يعني. وعيادة التجميل أصبحت دلوقتي هو مش لازم أنا وريه عشان أروح عيادة التجميل، لا، يعني عيادة التجميل فيها حاجات كتير قوي إنك تهتم ببشرتك، بلس كده انك بتسمعي نصايح من الدكتور اكيد مليون في المية طبعا بتبقى مفيدة.
يعني احنا بنتكلم على مثلا الشمس، الشمس لازم يبقى فيه واقي شمس، ما ينفعش حد يبقى خارج من البيت وطالع هيتعرض للشمس لفترات طويله وما يحطش الواقي بتاع الشمس، ودي قصه كبيره. واقي الشمس احنا بنبص دايما بنلاقي مكتوب عليه اس بي اف تحت كده ورقم، خلاص 50 او 50 100 او 100 ايا كان، هو اصلا يعني ماكسيموم 30 يبقى كويس، يعني انه نيد كل ما بعلى ان بعكس انا باخد. المفهوم اللي عند معظمنا، ما يعني هو احنا عند معظمنا اي هات حاجه 100 كتير بسرعة كويسه، يعني يبقى أحلى اديني حاجة. 150 اديني 3000. لا هو نو نيد يعني، لان هو هو هيحميك ساعتين خلاص من الالترا فايولوت اللي هي الاشعه فوق البنفسجيه والاشعه الحمراء، ودول بيعملوا اصلا كانسر ممكن للجلد، يعني دي حاجه من الحاجات اللي هي بتسبب كانسر للجلد. وافضل حاجه لواقي الشمس، واقي الشمس برضو مش بين يعني مش هو واقي الشمس اللي على اللسان انا هروح اخده هيناسبني، ممكن انا تبقى بشرتي دهنيه فبقى محتاج طبعا واقي الشمس بتاعي يبقى طبيعة اويل فري، البشرة. لازم يبقى اويل فري يعني عشان ما يبقى، لان انا بشرتي اصلا دهنيه بشرتي جافه، يبقى لا يبقى لازم شويه يبقى اويلي علشان يبقى تقيل يعني شويه على حتى البشره كمان اختيار واقي الشمس لو هو مش مناسب للبشرة هيضرني برضو. بالظبط. وفي حاجه يبص كده في الكومبوننت بتاعته هيلاقي ثاني اكسيد تيتانيوم واكسيد الزنك، المادتين دول لو هو شافهم هو يعرف ان وقت الشمس ده كويس قوي، لان دول بيعكسوا بقى مباشره الاشعه اللي هي بتضر البشره وبتسيب الاثار دي، يعني تجاعيد بقى وبقع غامقه ده وحاجات غير كتير بقى لو جدا. حضرتك قلت ان ممكن يبقى الموضوع كمان يبقى سبب لمرض خطير يعني كمان، طبعا فمهم قوي الواقي الشمسي ده. طبعا. طيب احنا نطلع فاصل صغير جدا اوكي ونرجع، عندنا كلام كتير قوي عايزين نتناقش فيه باذن ونعرف الله. المشاهدين. اوكي فاصل صغير ونرجع مش هنتأخر عليكم. رجعنا لكم تاني ما تاخرناش عليكم، وطبعا شفنا خدمات كتيره بتتقدم في عيادات فوكا وحاجات اكتر بكتير قوي. انا شخصيا يعني قلت اجرب، عجبني جدا التجربه، ويعني انصحكم تروحوا وتجربوا بنفسكم وتعملوا كل اللي نفسكم فيه. كنا عايزين بقى نتكلم في سؤال مش حلو بقى، يعني كابوس التجاعيد اوكي ده اكتر حاجه بترعب اي ست، ان هي يبان انها اكبر يعني كبيره في السن او يبان عمرها بمعنى اصح. إيه لو في تهدر بقى في البشره بيبدا بقى مع المرحله العمريه، مش عايزين نقول بقى سن كام لان ممكن ساعات بتبدا من بدري، بدري بس يعني بيبدا بقى يبان هي عايزه تبان دايما حلوه وشها مشدود وبشرتها حلوه. اول ما نظهر بقى اول ما تظهر التجاعيد حلها ايه؟ بصي هو التجاعيد ده هو المفروض احنا من البدايه بنهتم بالبشره بتاعتنا، يعني في دايما هوم كير، يعني انت بتهتمي بالبشره بتاعتك كانها نبات بالظبط، انت بتغذيه بتحطي مرطب كويس بتحطي واقي الشمس الكلام ده كله، بتشربي ميه كتير، مفيش تدخين، دي العوامل اللي احنا بنقدر نعمل فيها كنترول. لكن بتظهر دايما في البشره مليون في الميه مع تقدم العمر طبعا، وفي ناس ستارتنج من سن صغير يعني ممكن تلاقي 20 سنه وبدا يظهر فيها فاي لاينز كتير في الجبهه، دي اكتر الخطوط
دايما بتبقى في الجبهة او خط بيسموه خط الحزن، وفي الماريونيت لاينز اللي هما الخطين اللي تحت البق دول، الكسرتين دي الخطوط. لكن في ناس بقى بيبدأ تحت العين كسرات كتير جدا، ده نتيجة طبعا الهايلورونيك والكولاجين يقل تحت في البشرة. بيبدأ يقل. طبعا في يعني زي مصنع للخلايا هنقول كده، اللي هي تشينز بتاعت الدي ان ايه او سلاسل الدي ان ايه اللي هي بتطلع الخلايا، لان دي هتدخل على فكرة تانية، احنا كأننا بنظبط المصنع ده. احنا الحلول السريعة اللي بتبقى موجودة رقم واحد طبعا البوتوكس. البوتوكس احنا بنحقن العضلة بتاعة المنطقة اللي فيها اللاينز او فيها التجاعيد. اي منطقة بقى، يعني جبهة، تحت الاول كان العين، اي طبعا مكان. الابر هاف، يعني النص اللي فوق ده بس هو اللي مسموح بيه، لكن تحت بقى يعني بدأ كلينيكال ترايلز، كل دكتور بيجرب مع نفسه وهو فاهم الفكره ان هو بيعمل باراليسز للمصل او بيشل العضله دي، فتبدأ تفرد والتجاعيد او الخطوط ما بتبقاش طبعا باينه. ده لفترة مؤقتة. 6 شهور بس، بعد كده بتبقى على فترات متباعده شويه، خلاص انت عودت المصل هنا مشدوده باستمرار. فبدأ اجتهادات كتير طبعا، اخد منها ريزلت كويسه قوي، زي السيشن بتاعت نيفرتيتي سيشن. انت نيفرتيتي ازاي بقى نيفرتيتي دي؟ بالظبط دي في مصر كده عضله ماشيه كده اوكي، فهي بتتحقن مع عضله الفك اللي هي المسيتر، فلما بيحصل شد بقى تمام بيبدأ اللاين بتاع الفك الفك ده يبدأ يبان، يظهر يبقى شويه زي نحت كده للفك. بالظبط. وبدأنا كمان بنعمل بوتوكس للماريونيت، الخطين دول اللي دي هما دول. بتبقى في اقل من ثواني، يعني عضله برضه فبتشد. الاول كان بيتحقن فيلر، كان بيتعبى، فبدأ كمان يعني بعد فتره تلاقيه بيتقل والكاستين دول بيزيدوا. لكن دلوقتي شكتين البوتوكس دول يعني في منتهى البساطه، الجام سمايل طبعا بما اننا ايه الجامي بنتكلم سمايل؟ جام سمايل او الضحكه اللثويه، ان الناس لما بتضحك جزء من اللثه بيبقى باين، وده بيقلل يعني هنقول درجه خفيفه كده من ايه مقاييس الجمال اللي باينه في الوش. فاحنا انا عندي المشكله دي، انا هاجي اعملها. ايه حلها بقى؟ تشرفينا طبعا. هي دي شكات بوتوكس برضو العضلات كده اللي هي بتبقى بتشد الابر ليب او الشفه اللي فوق، فبترخيها لما بيجي الشخص يضحك ما بيبقاش ما باين بيبانش اللثه جزء من كلها اللثه. بالظبط. احنا معانا بتهيالي صوره لحاجه زي كده، هي دي هي دي علاج الجام الابتسامه سمايل اللثويه. بالظبط، دي الجام سمايل يعني الضحكه بيفور ان افتر الضحكه بقت احلى كتير. بالظبط. لا انا هتوكل على الله خلاص كده. وهنا دي برضو نفس المشكلة صح؟ بالظبط دي جام سمايل كمان. النتيجة حلوة قوي والضحكة تمام. بقت أحلى. وفي بقى الخطوط بتاعت الجبهة بتتشد برضو بالبوتوكس. في طريقة تانية ان احنا بنشد دايما بالخيوط بس لمناطق معينة طبعا، يعني احنا مثلا عايزين نشيل الكفلتين دول او في ساج سكين في جلد واقع حبة كده هنا مثلا ساعات بيبقى أول جزء في التهدل بيبقى الحتة دي. المنطقتين دول. دول بيبينوا الشخص يعني شويه كبير في السن، ممكن يبقى هو صغير في السن، زي ممكن ما تبقى دول. علاج اللغد كمان. طبعا طبعا هي الخيوط، طبعا هي الخيوط طبعا في حد ذاتها كلمة تخوف، هي بيبقى الموضوع خالص بقى، بسيط هي ما يعني ولا تخوفش ايه؟ خالص يعني، هي في منتهى البساطه هي الماده نفسها اسمها بولي دايكزانون. دي الماده دي اصلا في منها باودر دلوقتي وبيتحل بسلاين نورمال سلاين وبيتحل للنضاره، يعني هي بتدوب في خلال 4 شهور تقريبا، وبالعكس بتدي نضاره للبشره، يعني هي حاجه والنضارة كويسه بقى قوي مستمرة بشكل كبير يعني، بالظبط. حتى هو يعني الحاجه دي موجوده اصلا من حبس، ان هو الناس مش مركزه، ولا واحد عمل عمليه جوه بطنه وفي خيوط، ما هي الخيوط دي هتدوب بعد فتره، هي نفس القصه، الماده دي بتدوب بعد 4 شهور تدي نضاره للبشره زائد شده بقى، لان هي اتحطت في طبقه من طبقات الجلد وقمنا شادين، فخلاص الجلد بيبقى ثابت على كده يعني. وهنا حلو بقى قوي. بيتشد كده من تحت وبتتعمل خيوط صغيره كده زي شبكه بتبقى تفرد الموضوع الدبل سهل تشين، يعني ما ياخدش وقت. سهل جدا. لا 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 خالص، والموضوع بالعكس ده اسهل من البوتوكس حتى، يعني لان انت خدرتي مكان الكانيولا اللي احنا بندخل بيها
وبس كده، ما يبقاش باين زيرو حاجة بين، أكتر من كده. مفيش أي ألم خالص، لأن الشخص ممكن طب أمال احنا متعطلين 15 ليه؟ ما نعمل عشان كده. الكلمة، احنا دايما بنتخض من بنخاف. الكلمة. وبعد كده احنا دايما بنرمي ودننا لأي أقاويل تانية، مفيش، انت ممكن لا بس تبقي أنا شايفة إن الموضوع سهل والنتيجة حلوة سهل جدا وما بياخدش وقت، بالظبط. وأعتقد مش تكلفة عالية قوي يعني. لا يعني هتعمل يعني أكيد أوفرز خاصة بقى بمشاهدي حلاوة روح أكيد. اكيد باذن ربنا، بس هي الخيوط لو الوش محتاج خيوط كتير ممكن تبقى مكلفه شويه، بس هو كانه عمليه يعني. هو حضرتك الخيوط بيبقى اتليست الريزلت بتقعد لمده سنتين يعني، ولما بترجع البشره ما بترجعش زي الاول، سنتين بالعكس ده فترة بتالطف كتير كبيرة. قوي، فتره كبيره طبعا. وهي حلول سريعه جدا يعني، حتى في النوز ممكن تتعمل، في خيوط للشفايف، في خيوط للحاجب عشان يرفع شوية أو يدي شكل الكات آيز. حلوة قوي. بالظبط. طيب احنا كان في موضوع مهم قوي عايزين بقى نتكلم فيه مع المشاهدين والمشاهدات بالذات، اللي هو الليزر وإزالة الشعر. بما ان الموضوع ده يهم يعني قاعدة كبيرة جدا عن الموضوع ده عن من الناس، محتاج وقت اكتر من كده. انا بتهيالي ان الحلقة للأسف وقتها راح مننا، بس كلام حلو ودايما الوقت الحلو بيخلص بسرعة. الحلقة اللي جاية بقى اللي هي أول حلقة من الشهر الجاي، أول حاجة هنبدأ معاكم نوعدكم الليزر ونختار الجهاز إزاي وكم بلسة كم بلسة أو كم نبضة وبيقعد قد إيه وليه أعراض جانبية ولا لأ، كل ده هنعرفه بقى إن شاء الله الحلقة اللي جاية مع دكتور روماني فوزي. أكيد إن شاء الله، بشكرك جدا جدا على وجود حضرتك معانا النهاردة. ربنا يخليك. أعتقد إن الناس كتير قوي كانت اللي هي نفسها تعرف تفاصيل عن التجميل وازاي الناس بتبان احلى كده في وقت قليل. في أسرار كتير بإذن ربنا هنعرضها إن شاء الله الحلقات اللي جاية. انا واثقه في كده. ان شاء الله انتوا سمعتوا اهو، يعني مش اي حاجه تعطلنا ان احنا نبقى احلى واجمل. هسيبكم من هنا لغايه الاسبوع اللي جاي، اشوفكم ان شاء الله الثلاثة اللي جاي على خير. باي باي.